السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أبنائنا الطلاب، طلاب الصف الأول الثانوي، مع درس جديد من دروس التاريخ. هنتكلم النهاردة عن درس بعنوان الحياة الاجتماعية في مصر الفرعونية. الحياة الاجتماعية في مصر الفرعونية، في البداية يجب أن نعرف أن الإنسان ربنا خلقه اجتماعي بطبيعته، بيعيش من أجل التعارف مع الآخرين. كان في البداية يعيش حياة الصيد والجمع والالتقاط وصيد الحيوانات في العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث، فنزل إلى وادي النيل وتعلم الزراعة والاستقرار، فنشأت الحياة الاجتماعية بصورتها المعروفة لدينا. المجتمع المصري كان مقسم إلى طبقات اجتماعية، تبدأ بالطبقة الأولى اللي هو الفرعون وأسرة الفرعون، الطبقة الثانية وهو الوزير وكبار الكهنة وحكام الأقاليم، والطبقة الثالثة الموظفون والفنانون والحرفيون المهر، ثم في الطبقة الأخيرة عمال الزراعة والصناعة والرعاة والخدم. كان المجتمع يتم تنظيم العلاقة داخله عبر مجموعة من القوانين التي تحقق العدالة الاجتماعية. فالعدالة الاجتماعية في عصر الدولة الوسطى، كان الحكام يسعون إلى توفير حياة كريمة للشعب عن طريق تعليمات الملوك إلى الوزراء. أما في عصر الدولة الحديثة وخصوصا في عصر الملك حور محب، فقد أصدر قوانين من أجل تحقيق الاستقرار، قوانين بتواجه الظلم الذي يقع على الفلاح وبتواجه الفساد الذي تفشى بين الموظفين. على الرغم من ذلك، من كل هذه القوانين، إلا أن المجتمع المصري كان زيه زي معظم المجتمعات، يوجد فيه بعض أنواع من الظلم الواقعة من الطبقات العليا ومن الموظفين على عامة الشعب. كان المصري القديم يكره الظلم، وظهر ذلك في تقديسه للإلهة ماعت، والإلهة ماعت تعني العدل والصدق، وكانت شعار للمحاكم المصرية، وهي عبارة عن أنثى تحمل فوق رأسها ريشة، وهذه الريشة ماعت رمز للعدالة. كان بالإضافة إلى القوانين هناك بعض نصائح المجتمع المدني وبعض نصائح الحكماء التي تكافح الفساد والرشوة. هذا المجتمع المصري القديم يتكون من نواته الأولى وهي الأسرة. فالأسرة، ظهرت الأسرة المصرية القديمة قائمة على فكرة الزواج، والزواج كان شيء مقدس، كان بيبدأ باقتصام العروسين تكاليف الزواج، ثم إقامة الحفلات والولائم، ثم تقديم الهدايا للعروسين من الأقارب والأصدقاء. بعد ذلك وبعد الزواج يتم اقتسام مهام الزوجية بين الزوج والزوجة. هذه هي الأسرة، وهذا هو الزواج المصري القديم. يقول أحد الحكماء الحكيم بتاع حتب: إذا كنت عاقلا فأسس لنفسك دارا، وأحبب زوجتك حبا شديدا، وقدم لها الطعام، وزودها بالثياب، فهي حقل مثمر لصاحبه، وإياك ومنازعتها، ولا تكن شديدا عليها، فباللين تستطيع أن تملك قلبها. هذا دليل على أن الحكماء المصريين كانوا بيشجعون الشباب على الإقدام على فكرة الزواج. أما عن تربية الأبناء، فكانت الأسرة الفقيرة تربي الأبناء عن طريق الأم، ويتم تعليم الصبية الصغار الحرف من آبائهم. أما الفتيات فكانت يتلقين تدريبهن في المنزل على يد الأمهات. أما الأسرة الغنية فكانت تستأجر مرضعات لأطفالهم وترسل أبنائهم للمدارس التابعة للدولة. أما التعليم في الطبقة العليا، فكانت هذه الطبقة ترسل أبنائها إلى المدارس، بالإضافة إلى ذلك كانوا يقوموا بإرسال أبنائهم إلى قصر فرعون، إلى قصر الفرعون للتعليم مع أبناء الفرعون. للمرأة المصرية القديمة دور مهم جدا في حياة المصريين، فكان لها دور كأم، أن الأم كانت تتولى مسؤولية المنزل وتتولى مسؤولية تربية الأبناء الصغار. كان هناك بعض النساء أصحاب الدور العسكري، زي الملكة تيتي شيري جدة الملك أحمص، والملكة إياح حتب أم الملك أحمص، كان لهم دور عسكري في طرد الهكسوس من مصر. في بعض النساء في مصر الفرعونية القديمة وصلت لدرجة الملكة، أصبحت ملكة على مصر، زي الملكة حتشبسوت. كان هناك بعض النساء يتمتعن بالدور الديني، فكان لها مكانة خاصة بين المعبودات مثل الإلهة إيزيس، وكانت تعمل كاهنة في بعض المعابد. كانت للمرأة الفرعونية القديمة دور اقتصادي، زي
أنها كانت تمارس البيع والشراء في الأسواق، واشتغلت في الصناعات زي صناعة الأغذية والمنسوجات. كانت المرأة المصرية القديمة لها حق التملك والتصرف في الممتلكات الخاصة، إما عن طريق البيع أو المنح أو العطية أو الهبة. كان هناك بعض النساء التي تعمل بعض الوظائف الخاصة زي الكاتبة، مثل ميريت آتون بنت الملك إخناتون التي كانت تعمل كاتبة. أيضا هناك بعض النساء التي كانت تعمل بالطب، وهناك بعض النساء التي كانت تعمل بالفن والموسيقى والغناء. هننتقل لعنصر جديد من عناصر الدرس، وهو المسكن والأساس. كان المسكن أو المساكن في مصر الفرعونية تبنى فوق مناطق مرتفعة بعيدة عن الفيضان. كان بيتم استخدام الطوب اللبن، أي الطوب المصنوع من طمي النيل مخلوطا بالقش والرماد، ويتم استخدام بعض الأحجار لإقامة الأبواب والأعمدة وفرش أرضيتها ببعض أنواع من الحصير والسجاد المعروف. كان هناك تنوع في المساكن في مصر الفرعونية حسب الطبقات الأخرى، فكان الطبقة الفقيرة أو الطبقة العامة مساكنها تتميز بالبساطة، تتكون من طابق واحد أو طابقين. كانت بيوت العامة تتميز بالبساطة وتتكون من طابق واحد أو حجرة واحدة تتصل بفناء وبها أساس بسيط. أما مساكن الطبقة الوسطى كانت أحسن حالا وأكثر اتساعا من مساكن العامة، وتتكون أحيانا من عدة طوابق. أما الأغنياء أو الطبقة العليا فكانت تتميز بالعديد من الحجرات وصالة واسعة لاستقبال الضيوف ومخازن للغلال وإسطبلات للحيوانات وحدائق تحيط بالمنزل تزرع فيها الأشجار. أما قصر الملك أو قصر الفرعون كان بيتميز بالفخامة والاتساع والزخرفة والنقوش الجميلة، فخامة الأساس حيث المقاعد متعددة الأشكال والألوان، ويوجد به أيضا العديد من الوسائل. أما ملابس المصريين القدماء فكانت تتميز بالبساطة. اختلفت الملابس في مصر الفرعونية باختلاف الطبقات طبعا، فالطبقة الفقيرة الشعبية كانت بتصنع ملابسها من الكتان، وكانوا يقلدون الطبقة الغنية. أما الملوك والأغنياء كانوا يصنعون ملابسهم من الكتان الرقيق الناعم أو من الحرير المستورد من فنوكيا، وكانت ملابسهم تطرز بالذهب والفضة وبالأحجار الكريمة. كان المصري القديم يهتم اهتماما شديدا بالزينة وبنظافة جسده وبملابسه، وكان يستخدم الرجال والنساء الزينة فيلبسون الخواتم والعقود والأساور، والمرأة اعتنت اعتناء خاص وشديد بمظهرها وجمالها. يقول أحد الحكماء المصريين القدماء: إن من يعمل بالنهار كله لا ينعم بلحظة ممتعة، كذلك الذي يقضي يومه كله في اللهو واللعب فإنه لا يجد قوت يومه. هتعمل طول اليوم مش هتلاقي لحظة راحة ولحظة ممتعة، طول اليوم مش هتشتغل لا تجد قوت يومك، مش هتلاقي أكل تأكله، مش هتلاقي فلوس تصرف على نفسك. ده بيدل على التوازن بين العمل وبين الراحة وبين اللعب والجد. كان المصري القديم بيمارس الرياضيات زي الرياضة زي رياضة الصيد، فكان بيصطاد يصطحب معه أسرته، وكان أثناء عودته إلى المنزل يحضر معه زهرة اللوتس لتزين المنزل. كان الملوك والأمراء يخرجون للصيد مصطحبين معهم الخدم. كان هناك بعض الألعاب الرياضية التي تعتمد على القوة، مثل المصارعة والتحطيب وحمل الأثقال والكرة والقفز الطويل والسباحة والتجديف. في بعض الألعاب القائمة على الحظ والتفكير والعقل زي الشطرنج، ولعبة تشبه السيجة تلعب على رقعة مربعة. عرف المصري القديم الغناء، كان هناك غناء فردي وغناء جماعي، كان هناك أناشيد تنشط في الحقول ومراعي الحيوانات، توجد في المعابد، توجد في الجنازات، كل هذه أنواع متعددة من الغناء. عرفوا الموسيقى زي المزمار والناي والدفوف والطبول والعود، وكان هناك تشابه كبير جدا بين الآلات الموسيقية المصرية والآلات الموسيقية الأفريقية. المصري القديم كان بطبعه يميل للأعياد والاحتفالات، كان هناك تعدد شديد جدا في الأعياد في مصر زي الأعياد الدينية زي عيد أوزوريس وعيد الإله رع وعيد أمون، والأعياد القومية زي عيد الفيضان وعيد البزر وعيد الحصاد، وأعياد خاصة بالفرعون زي عيد الميلاد وعيد جلوس فرعون على العرش. كان في احتفالات خاصة بالجيش،
احتفالا بعودة الجيش منتصرا من حملاته خارج مصر او خارج البلاد المختلفة. وبكده يبقى خلص درس الحياة الاجتماعية في مصر الفرعونية.